أهلا بكم، حلقتنا مستمرة وفي هذه الساعة تحل اليوم السبت الذكرى الثالثة لعملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية، مع استمرار إفلات المسؤولين عنها من العقاب بإلغاء أحكام إعدام ضد بعضهم وتخفيف أحكام أخرى بالسجن والبراءة لآخرين وعدم محاسبة من أصدروا الأوامر بشأنها. اغتيل خاشقجي في الثاني من شهر أكتوبر عام 2018 بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول لإجراء معاملات شخصية، وهزت الجريمة الرأي العام العالمي ولا تزال أصداؤها مستمرة وحالت دون أن يغلق الملف بأحكام قضائية سعودية نهائية في العام الماضي التي كانت محل انتقاد. نفذت منظمات حقوقية وقفة احتجاجية أمام سفارة الرياض في العاصمة الأمريكية واشنطن للتنديد بالجريمة والمطالبة بالعدالة لخاشقجي. من جهته طالب المعهد الدولي للصحافة بتحقيق العدالة في قضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي كان يعمل بصحيفة واشنطن بوست. انتقد المعهد ومقره في العاصمة النمساوية فيينا في بيان عدم معاقبة المسؤولين عن قتل خاشقجي حتى الآن في القضية التي هزت الرأي العام الدولي، وطلب بتحميل الرياض المسؤولية الكاملة عن مقتل الصحفي السعودي. وشدد البيان على عدم وجود أي تطور ملموس في مجريات التحقيق التي أعقبت الواقعة بغرض الكشف عن الجناة المسببين الرئيسيين. أقال نائب مدير المعهد سكوت غريفن إن 3 سنوات مرت منذ مقتل خاشقجي بطريقة مروعة بأمر من الإدارة السعودية، وأضاف أنه لم تدفع السعودية أي ثمن ملموس لقتلها خاشقجي كونها أحد الحلفاء القدامى للغرب، وتابع أننا ندين بشدة إفلات الرياض من العقاب وسنبذل كل ما في وسعنا كي تتحقق العدالة. صحيفة الواشنطن بوست التي كان يكتب فيها خاشقجي قبل جريمة اغتياله أحيت الذكرى الثالثة لرحيله عن طريق نشر صورته على كامل صفحتها الأخيرة مطالبة بتحقيق العدالة في جريمة اغتيال كاتبها الراحل. أقالت الصحيفة الأمريكية في مقال لها: لقد كانت عملية اغتيال زميلنا جمال خاشقجي قبل 3 سنوات التي تمت بأوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانت جزءا من حملة بعيدة المدى تهدف لإخراس منتقد السعودية بداخل المملكة وخارجها. أضافت الصحيفة أن هذه الحملة مستمرة حتى يومنا هذا. وسلط المقال الضوء على عدد بسيط من الشخصيات التي لا تزال في السجن أو غير قادرة على العيش بحرية داخل المملكة، حيث أدت المحاكمات السرية والاعتقالات والرقابة إلى خلق مناخ من الخوف. كما نشرت الصحيفة الأمريكية مقالا لخطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي خديجة جنكيس، قالت فيه إن الرئيس جو بايدن وبقية القادة برأوا محمد بن سلمان ولي العهد السعودي من جريمة اغتيال خاشقجي، وهذا أمر يدعو للقلق. وأضافت جانكيس أن إفلات القتلة من العقاب يعتبر أكثر رعبا من الساعات التي قضتها أمام القنصلية لانتظار أي أخبار عن مصير جمال. وأكدت جانكيس أن تغييب العدالة قد أعطى العالم علامة نجاح للأمير محمد بن سلمان الذي تجرأ اليوم وأصبح أكثر خطرا. وقالت إن من قرروا تجاوز مقتل خاشقجي وتغليب المصالح الاقتصادية وغيرها أرسلوا رسالة واضحة: يمكن للطغيان أن يتصرف كما يريد لو كان لديه متواطئين. أيذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد أفرجت عن تقرير سري للمخابرات أشار إلى أن محمد بن سلمان أصدر أمر اغتيال جمال، ولكنها رفضت فرض عقوبات مباشرة عليه، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عقوبات يحظر بموجبها منح تأشيرات لأي شخص يقوم بالعمل نيابة عن حكومة أجنبية أتورط في نشاطات خطيرة وعابرة للحدود ضد معارضين. في هذه الساعة 3 أعوام إذن مرت على الجريمة المروعة التي هزت العالم، فمن الجهة التي تمنع ظهور الحقيقة؟ هل ذهبت دماء جمال خاشقجي ضحية لحسابات سياسية ومصالح اقتصادية؟ وهل بتنا نعيش في عالم مرعب يحكمه قانون الغاب وتغلب عليه المصالح فوق الحقوق؟ وهل نجح محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في تخطي الأزمة؟
هل يمكن أن نشهد الرجل الذي تورط في هذه الجريمة يجوب العالم مرة أخرى بشكل طبيعي؟ كل هذه الأسئلة أنقلها إلى ضيفي. طيب حتى ينضم إلينا الدكتور سعد الفقيه بعد قليل. في الحقيقة أنا في 2018 عندما حدثت جريمة اغتيال جمال خاشقجي، نتحدث هنا مع المشاهدين أفضل، عندما حدثت جريمة جمال خاشقجي قمنا بإنشاء صفحة اسمها أصدقاء جمال خاشقجي. كانت الصفحة معنية بنشر جميع الأخبار التي تتحدث عن جمال، عن تطورات الجريمة، تطورات الواقعة منذ اللحظة الأولى، وربما استمرت هذه الصفحة لأشهر. كان خبر جمال خاشقجي هو الخبر العاجل في كل وسائل الإعلام الناطقة تقريبا بكل اللغات. يعني عشنا أياما وساعات طويلة للغاية ننشر كما من التقارير، العالم كله كان مركز مع قضية جمال، العالم كله كان بيسأل سؤال واحد: أين جثة جمال؟ أين جمال خاشقجي؟ من الذي أصدر الأمر بقتل جمال خاشقجي؟ كان في حالة من التعاطف، حالة من الاهتمام، حالة أنا آسف أن أنا أقول يعني حالة من الأخلاق والإنسانية اختفت رويدا رويدا عندما تدخلت السياسة والمصالح في قضية جمال خاشقجي. شهر بعد شهر وأسبوع بعد أسبوع، وللأسف بقينا نقول سنة بعد سنة. أنا لم أكن أظن أبدا في أيام هذه الصفحة الأولى، في الأيام الأولى لاغتيال جمال خاشقجي ونحن ندير صفحة أصدقاء جمال خاشقجي، أنني سأجلس بعد 3 أعوام لأسأل سؤالا: أين العدالة وأين جثة جمال؟ الحالة اللي كانت موجودة في الأيام الأولى بعد جريمة خاشقجي بتقولك أن العالم ده بخير، بتقولك أن العالم ده بينتفض للإنسانية، أن العالم ده لسه فيه بني أدمين، أن السياسة لم تفسد إنسانية البشر، أن السياسة لم تفسد إنسانية الحكام. كان الناس كلها بتتكلم أنه لا، اللي حصل ده جريمة لن تمر، محمد بن سلمان لن يمر، من قاموا بهذه الجريمة سنحاسبهم، كان الجميع يتحدث عن ذلك. حقيقة بعد مرور فترة، وهنا لا أعفي أحدا بما فيهم السلطات التركية، تدخلت السياسة، تدخلت المصالح، تدخل عشان خاطري أنا وعشان خاطرك أنت، طب الاقتصاد بتاعك والاقتصاد بتاعي، طب الصفقات السلاح مع السعودية، طب الكذا طب الكذا، طب خبي الدليل ده، طب ما تطلعش ده، طب نتفق، طب نتكلم. وبعدين بنقعد النهاردة بعد 3 سنين نسأل نفس السؤال تاني: أين جثة جمال؟ أنا فاكر كويس أنه يوم تقريبا 4 أكتوبر قبل ما نعرف أن جمال تم قتله، كنا دعينا لهاشتاج اسمه ويرز جمال، أين جمال؟ أنا عايز أقول أن احنا بعد 3 سنين لسه بنسأل نفس السؤال، للأسف لسه بنقول أين جمال؟ احنا ما نعرفش جمال راح فين، احنا ما شفناش جثة جمال خاشقجي. أنت متخيل احنا بنحكي عن إيه؟ ده يعني أبشع سيناريو لأفظع فيلم رعب في هوليود، ما حصلش فيه كده. احنا بنتكلم عن 3 سنين بندور على الجثة يا جماعة، 3 سنين احنا خلاص عرفنا مين اللي أصدر الأمر، عرفنا مين منشار العظم ومين الفريق ومين اللي عمل ومين اللي سوى. لو حلفوا على كل حاجة انه ما حصلش، خلاص الصورة واضحة قدام الناس كلها، تقرير الامريكا السي اي قال الكلام ده. لكن احنا ما نعرفش جثة الراجل حصل فيها ايه. مرة قالوا تقطعت بالمنشار، مرة قالوا راسه راحت السعودية، مرة قالوا دخلوه في فرن وسيحوا جسمه، مرة قالوا استخدموا كيماويات، مرة قالوا ان في متعهد في اسطنبول خد الجثة وودها غابة من الغابات في اسطنبول. ما حدش عارف. انت متخيل صحفي كان بيكتب في الواشنطن بوست بعد 3 سنين احنا مش عارفين جثته فين؟ ليه؟ لأنه للأسف هذا العالم بلا أخلاق، هذا العالم لا يحترم الإنسانية. عندما تحضر ميزانا وتضع فيه الإنسانية والأخلاق أمام المصالح والسياسة والاقتصاد والأموال، بالتأكيد سترجح كفة في هذا العالم السيء، سترجح كفة المصالح والأموال والسياسة فوق الإنسانية والأخلاق. ولهذا نحن بعد 3 سنوات لازلنا نسأل: أين جمال؟ أين جمال خاشقجي؟ أطرح هذا السؤال عليكم. وحتى ينضم إلينا ضيفنا دكتور سعد، معنا عبد الله من فرنسا. أهلا بك عبد الله.
السلام عليكم دكتور أسامة ورحمة الله وبركاته، والإخوة العاملين على الخطوط وكل القائمين على هذه القناة، البؤرة الوحيدة من نقاط الضوء في عالمنا العربي. نحن الأخ جمال خاشقجي رحمه الله نزكي على الله ونحتسبه شهيد عند الله، هو وكل المختفين قسريا في عالمنا العربي وكل المسجونين وكل من سجن من اجل راي سياسي ومن اجل الحريه ايا كانت، حتى ولو كانت الحريه شاذه في حد ذاتها ولكنها حريه. شوف سيدي الكريم، باختصار شديد، هنالك في سيكولوجيا وفي ايديولوجيا وهنالك سمتوم وهنالك دراسات النفسانية والسيكولوجية تثبت بما يسمى أخطر شيء تعرفه البشرية، ألا وهو العبودية الطوعية، ألا أن يستمري الإنسان العبودية ويذهب طوعا حتى يكون عبد. يا من تستمع إلينا في عالمنا العربي هذا المسلم في لغة الذات، أنت مواطن، أنت يجمعك عقد اجتماعي بدولتك، أنت شريك في هذا الوطن، لست رعايا، لست من الرعية، ليس هنالك من يمتلك الوطن. كلمة الملك والأمير وسعادتك ويا فندم ويا باشا ويا سي عنحنا في تونس ومش عارف فيش وسعادة الجنرال، هذه كله تخدير، أنتم تحت التخدير، ما يجمعكم بأوطانكم الحرية. طيب عفوا يا عبد الله، أنا دعني يعني أتناقش معك فيما تقول بلسان الهاشمي من السعودية، أرسل الآن رسالة مرتين، يقول: جعلتم من ذكرى جريمة خاشقجي كربلاء ثانية للطم للنيل من سمعة السعودية، تناغما مع حملة واشنطن بوست والحزب الديمقراطي المعادي للسعودية الذي يضغط علينا لنقيم علاقات مع إسرائيل وابتزازنا اقتصاديا ولنرضى باتفاق بايدن إيران النووي، مع أن العدالة قد تحققت بالسجن للقتلة بعد أن عائلة خاشقجي تنازلت شرعا. ما رأيك عبد الله، لازلت معنا؟ نعم معك أستاذ، هل تسمعني؟ ما رأيك؟ يا أخي الهاشمي، سأخاطبك على المستوى الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير لك سيدي الكريم، أنت أخ لي في الإنسانية، يجب على مواطنين في العالم العربي المسلم أن يفهموا أن هنالك شيء قيمية، هنالك رمزية اسمها الإنسانية، أنت حر ولدت حر. المسألة ليست في جمال خاشقجي في ذاته أو في شخصه، المسألة أكبر من هذا. أنا يا هاشمي من أخاطبك، أنا اسمي عبد الله، أنا مواطن فرنسي متحصل على جنسية فرنسية، وأنا ناشط سياسي وناشط حقوقي، وأنا ضد سياسة هذه الدولة وهذا الخط تحت التنصت. لماذا تنتقل مني المخابرات الفرنسية؟ لما أنا أسب سياسيا ماكرون وأقدح فيه سياسيين وفي سياسة هذه الدولة ومعارض ويعني وفي كل المحافل ضد سياسة الدولة تجدني تقريبا، لما لا تنتقم مني الدولة الفرنسية؟ لما لا تقمعني الدولة الفرنسية؟ لما لا يا سيدي أنا أشتغل في ميدان البناء، عندي شركة صغيرة، لما لا تسلط علي الدولة الفرنسية؟ أشكرك يا عبد الله، تنتقم مني. أشكرك، شكرا جزيلا لك عبد الله من فرنسا. قبل أن أخذ عبد الرحمن من المغرب، فقط توضيح يا هاشمي، نحن هنا لا ننشئ كربلاء ثانية ولا نلطم، نحن نتساءل أين جمال؟ هذه ليست كربلائية، أنا لم أخرج هنا عشان أشق هدومي وأمسك السيف وأضرب بيه زي ما الناس بتعمل، أنا صحفي وإنسان قبل أن أكون صحفيا، أسأل عن إنسان آخر قتل غدرا ولا نعرف أين جسده، أين جثمانه بعد 3 سنوات. إن كنت ترى أن هذه كربلائية ولطم فهذا شأنك، لكن أنا أسميها إنسانية، حتى تظهر جثة جمال وحتى يحاسب من أمر بقتل جمال بهذه الطريقة البشعة اللا إنسانية، سنظل نتحدث في كل يوم. أن تسميها كربلائية، أن تسميها هو تعاون مع الحزب الديمقراطي لمنع السعودية من الصهائم من التطبيع، الأمر ليس له علاقة يا عزيزي، الأمر نتحدث هنا عن مواطن قتل غدرا داخل قنصلية بلادك، قنصلية السعودية في اسطنبول، ولا نعلم أين الجثة. ألا تسأل نفسك يا هاشمي أين جثة جمال؟ يا أخي ساعدني في الحصول على جثة الرجل، أرسل لي رسالة مرة أخرى، أخبرني أين اختفت هذه الجثة؟ أي إجراء من هذا؟ يعني الواحد بيتحدث عن الجريمة وكأنها حدثت اليوم منذ ساعات، لأن الواحد كل ما بيتخيلها الحقيقة أمر مرعب. يا رجل، هل تعلم كم شخص بات يخشى أن يمر من أمام سفارة بلاده في البلد التي يعيش فيها بسبب جريمة اغتيال خاشقجي؟ يا رجل، هل تعلم كم معارض
مصري وبحريني ومن أي دولة أخرى لا يهوب ولا يقترب من سفارة بلاده في أي بلد يعيش فيها، لأنه يخشى أن يقطع بمنشار عظم وأن تذاب جثته وتختفي جثته ولا يعلم أهله حتى فين جسده. ده أنتوا عملتوا فوبيا اسمها فوبيا السفارات وجمال خاشقجي، فوبيا حقيقية بيعاني منها المعارضين في الخارج. فالقصة مش لطمية ولا كذا ولا كذا، القصة إنسانية يا عزيزي. طيب أبو سياف من السعودية أيضا، يبدو أنها الساعة هذه الساعة ستكون معظم الرسائل من السعودية. طيب أبو سياف من السعودية يقول: هل البكاء على شخص خاشقجي أم على ضياع مشروع خاشقجي؟ عليكم أن تعلموا أن الزمن قد تجاوزكم وتقليبكم في الدفاتر القديمة دليل الإفلاس. يا عزيزي أبو سياف، يا أخي العزيز من المملكة العربية السعودية الشقيقة والحبيبة والعزيزة على قلوب كل العالم العربي والإسلامي وعلي شخصيا، مع أني لم أزورها ولا مرة، أتمنى أن أزورها قريبا، بالتأكيد لا أستطيع أن أزورها. ما علينا، هل البكاء على شخص خاشقجي أم على ضياع مشروع خاشقجي؟ أنا الحقيقة مش عارف إيه مشروع خاشقجي يا أبو سياف، قصدك إيه؟ مين مشروع جمال خاشقجي؟ ياريت تبعت لي وضح لي. لا، هو البكاء والحزن والألم والمرارة على الإنسان جمال خاشقجي. يا راجل بقول لك بعد 3 سنين، زي النهاردة كده من 3 سنين بعدها بيومين 4 أكتوبر كنا بنكتب على هاشتاج باللغة الإنجليزية ورد جمال، أين جمال؟ أنا بقول لك بعد 3 سنين الهاشتاج لسه شغال، ده للمرة الأولى في التاريخ هاشتاج ينفع على تويتر 3 سنين يشتغل. أين جمال؟ أرجو أبو سياف أن يعني يجاوبني، أين جمال؟ هذا هو سؤال هذه الساعة. فيعني سأعود إلى الرسائل مرة أخرى، لكن قبل أن يعني أرحب بالضيف، أنا رسالة من أبو عزيز من ليبيا بيقول: شكرا يا دكتور لأنك لم تقرأ رسالتي في الساعة الأولى. والله أبو عزيز في كم رسائل كثيرة جدا ومتصلين كثير جدا، فأنا بعتذر لك، يعني بعتذر لكل واحد، مش بقدر أقرأ رسائله كلها، لكن العدد كبير بحاول على قد ما أقدر يعني. طيب ننقل هذا السؤال: أين جمال؟ أين العدالة؟ أين العدالة لجمال خاشقجي؟ إلى ضيف الذي انضم إلي عبر الهاتف من لندن، الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح. أهلا بك دكتور. يجب على هذا السؤال: أين جمال وأين العدالة؟ والله دكتور أنا يعني أتمنى أن أجد عندك إجابة. الواشنطن بوست كتبت Where is the body؟ الجميع يسأل أين جمال وأين الجثة؟ يعني بعد 3 سنوات دكتور سعد، هل كنت تتوقع أن يستمر البحث عن إجابة هذا السؤال؟ طبعا إذا كان الإنسان ينظر إلى نظرة منطقية ونظرة عدالة يفترض أن الأجوبة هذه يحصل عليها في وقت مبكر، ولكن كون الجريمة حصلت داخل السفارة أو القنصلية، وكون بن سلمان حصل على فرصة كافية لإخفاء الجريمة، يعني الله يسامحهم إخواننا الأتراك، كان ينبغي أن يداهموا السفارة أو القنصلية في وقت مبكر. يعني احترام المبادئ الدبلوماسية له حدود، فكون بن سلمان حصل على وقت كافي لإخفاء آثار الجريمة، وكونه دخلت في القضية، يعني الحادثة حدثت أيام ترامب، يعني في عز فرصة الحماية لمحمد بن سلمان شخصيا، يعني ليس بسبب علاقة متميزة بين السعودية وأمريكا، لا، هي علاقة متميزة بين محمد بن سلمان وترامب شخصيا. هذه الظروف أدت إلى أنه يمر وقت كافي لمحمد بن سلمان أن يميع القضية ويخفي الجريمة وأثارها. تمنينا أو توقع البعض أنه إذا ذهب ترامب واستلم بايدن أن يبحث أو يحيى الموضوع من جديد. يبدو أن بايدن انشغل بالصين وانشغل بكورونا في أمريكا، ولم تعد قضية السعودية بالنسبة له أولوية، سواء في قضية خاشقجي أو غيرها. فلا تزال الغموض الذي يكتم في القضية، مع أننا نعرف أن الجثة قطعت وحرقت، هذه نعرفها، لكن ينبغي أن يصدر بيان رسمي بهذا الأمر، إما باعتراف سعودي أو بتقرير تركي وأمريكي. طيب دكتور، أنت أشرت إلى جو بايدن، الحقيقة كانت هناك أمال كثيرة معقودة على قدوم هذا الرجل وفقا لتغريداته السابقة ومواقفه من بن سلمان، من السيسي في مصر،
وما شابه، ولكن ما الذي تغير؟ يعني حتى عندما أفرجوا عن التقرير الاستخباراتي ظن الجميع بأن هناك موقف سيتخذ تجاه ولي العهد السعودي، ولكن لم يحدث. لماذا؟ التقرير الاستخباراتي هذا ليس له علاقة بالموضوع، هذا التقرير استمر عليه 20 سنة وكان سيفرج عنه أصلا، والناس توقعوا أن يكون هناك تحليل للسعودية بسوريا، جزء من سوريا، وأنا كنت ممن راهن على أنه لا يوجد تحليل للسعودية بسوريا، بل كنت أقول أبعد من ذلك، كنت أقول أن السعودية اجتهدت في محاربة القاعدة ومحاربة بن لادن أشد من اجتهاد أمريكا، لأن أمريكا محكومة بقوانين وأنظمة، النظام السعودي ما غير محكوم بأي قوانين، يعني يبطش كما يريد ويعذب كما يريد ويقتل من يريد. فالسعودية خدمت في سعيا لخدمة أمريكا حاربت القاعدة أشد من أمريكا نفسها. حتى قلت من باب التهكم أنني لو دعيت إلى محكمة دولية أشهد، سأشهد لصالح النظام السعودي أنه لم يقصر في محاولة القاعدة لخدمة أمريكا، وكنت أراهن مراهنة جازمة أن هذا التقرير لن يتبين فيه أي شيء يجرم السعودية، وفعلا كشفت كل أوراق التقرير ولم يتبين فيه شيء يخدم جماعة الذين كانوا يريدون تعويضات. هذا بالنسبة للتقرير. بالنسبة لبايدن، أنا في نظري أنه كان جاد أنه يريد أن يعمل شيئا ليس فقط من أجل خاشقجي، وكان يريد أن يعيد التوازن للعائلة الحاكمة السعودية، ليس حبا في السعودية ولا حبا في العدالة ولا في القضاء، خوفا على مصالح أمريكا، لأنه محمد بن سلمان إنسان متهور unpredictable، غير يعني لا يمكن التنبؤ بما سيفعل، وتصرفاته ستضر مصالح أمريكا، وفعلا يعني هو يعني قد طريقته في التعامل مع قضية اليمنية والقضية وسجن الحريري وقتل خاشقجي ومواجهة إيران، تصرفات لولا أن ترامب كان بينه وبينه علاقة شخصية ومالية كان ينبغي يفترض أن يطرد من زمان، يعني تداخل أمريكا لإبعاده عن عائلة حاكمة. وفي نظري أن بايدن كان فعلا يريد أن يعيده هو ويعيد إما محمد بن نايف أو أحمد عبد العزيز وغيرهم، ولكن بايدن ورث وضع كورونا الصعب جدا في أمريكا الذي كان أولوية قصوى في أمريكا، ثم على المستوى الدولي الصين الآن تطير فوق تايوان بطريقة استفزازية، وقد نموها العسكري نمو خرافي، وتهدد أمريكا تهديد خطير في بحر الصين. فالسعودية ليست أولوية، يعني ليس مهتما بشأن السعودي، ولو لم تكن لو لم توجد كورونا ولا الصين أعتقد لا أزيح محمد بن سلمان من الشهر الأول بعد استلام بايدن، والله أعلم. طيب دكتور سعد، يعني في كل مرة نفتح فيها الحديث عن جريمة جمال خاشقجي عند صدور أي مستجد أو حتى في ذكرى اغتياله نفاجأ ببعض الأصوات من داخل السعودية تحدثنا أن هذه كربلائية وهذا لطم وأنكم تستغلون ذكرى اغتيال خاشقجي لمهاجمة المملكة، ما تعليقك؟ كربلائيات كثيرة، لو كانت ستكون كربلائية فنحن ممكن أن نلقم على عدد هائل من المعتقلين والمعذبين والذين ماتوا في السجون، عدد المعتقلين الآن بعشرات الآلاف، ليس بالآلاف، بعشرات الآلاف، مستوى التعذيب وارتفع مستوى التعذيب والإهانة للناس، بل حتى سجن النساء والتحرش بهن لم يكن معهودا، لم يكن يخطر في بال الناس في بلاد الحرمين أن النساء تعتقل فضلا عن أن تعتقل ثم يعتدى عليهن، أصبح اعتقال النساء عدد المعتقلات من النساء يمكن يقترب إلى 2000 الآن، كنا نقول في 200 و300 و400 امرأة، في 2000 امرأة معتقلة لأسباب سياسية بحتة، ومستوى التحرش عالي جدا والعياذ بالله، يعني هذا لم يكن يفكر به أي إنسان من الحرمين. كنا نتحدث عن ما يجري في سوريا، نتحدث عن ما يجري في أوروبا الشرقية أيام الاتحاد السوفيتي، نتحدث أنه كيف أن النساء اعتقلن ويعتدى عليهن، وكنا نقول يعني الله يعين هؤلاء المساكين، لم يخطر في بالنا ان هذا سيحصل في بلادنا في يوم من الايام. قضيه خاشقجي انما اعطيت هذا البعد لانها حصل فيها اعتداء على القانون الدولي، حصلت في بطريقه لو سمح لها ان تستمر لم يعد هناك احترام لحرمه
المؤسسات الدبلوماسيه في العالم. ولذلك انزعج العالم، ليس القضيه قضيه فزع لحقوق انسان ولا تباكي على حال حقوق الانسان. السبب الثاني كان لانه لديه يعني نصف جنسيه امريكيه، لديه جرين كارد، نصف جنسيه امريكيه ومستحق الجنسيه، لو بقي في امريكا فتره يستحق الجنسيه، فاصبح يحظى بشيء من الحمايه الامريكيه. لهذين السببين كانت القضيه مهمه عالميا، والا والله يعني افضل منه كثير من الناس من المعتقلين، يعني اغلى واهم منه، يعني لم يعطوا ولا 1% ولا 1/1000 من هذه التغطيه. نعم. طيب دكتور، سؤالي الأخير، محمد بن سلمان قبل اغتيال خاشقجي، هو محمد بن سلمان في الثلاث سنوات الماضية؟ هو فقد كثير، هو كان نجح من خلال مؤسسات العلاقات العامة، من خلال المنافقين من الحكام الغربيين الذين يريدون الانتفاع بوضع المملكة، خاصة في بريطانيا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي غيرها، كانوا يريدون أن يتعاملوا معه ويستفيدوا منه ماديا بصفقات ضخمة، فكانوا يطبلون له ويمدحونه لأنه لم يكن قد أحرجه. لكن بعدما سجن الحريري وقتل خاشقجي، وبعدما قطع كندا بطريقة صبيانية مضحكة، وبعدما ورط نفسه في اليمن بهذه الورطة الخطيرة، أصبحت سمعته في الخارج، يعني قضية خاشقجي بالذات فتحت العيون على جرائمه الأخرى. يعني كانت أمريكا تريد أن تقتل قضية الحريري، وكانت أمريكا تريد أن تهمش قضية حربها مع كندا، الحرب الإعلامية المضحكة مع كندا، وكذلك أن تتغاضى عن ما يجري في اليمن. لكن قتل خاشقجي فتح العيون، فأصبح الشخص هذا سبة، أصبح عالة على المؤسسات الغربية، كلهم يريد أن يتبرأ منه، فهو لم يعد كما كان قبل خاشقجي. نعم. أشكرك شكرا جزيلا من لندن دكتور سعد الفقيه، رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، كنت ضيفي عبر الهاتف. وأتحول بكم إلى واشنطن، كانت هناك فعاليات كثيرة لمؤسسة دونا الداعمة للديمقراطية، وهي إحدى مشروعات أو أحد مشروعات جمال خاشقجي. نتابع صورة جمال خاشقجي في أحد أكبر الميادين في واشنطن، وأيضا جزء من تظاهرة أمام السفارة السعودية في واشنطن. ونتابع أيضا كلمة لسارة لي واتسون المدير التنفيذي لمؤسسة الديمقراطية. Hello everyone. I'm happy to be talking with you today as we commemorate 3 years since the brutal murder of our friend Jamal Khashoggi and the founder of our organization Democracy for the Arab World Now. I wanted to update you on the efforts of our organization to hold the murderer of Jamal Khashoggi, Mohammed bin Salman, accountable for this terrible crime, and all of the work that Dawn is doing to promote democracy and freedom in the Middle East, including in Saudi Arabia, where so many brave political activists are either living in exile or jailed unjustly, either inside the prison walls or the walls of their country. President Biden promised to hold Mohammed bin Salman and his underlings responsible for the murder of Jamal Khashoggi and promised to reform America's policy with Saudi Arabia. Though the Biden administration has broken its promises, we have not. Our efforts for accountability and a changed U.S. policy persist, and I believe we've had... إذن كان هذا جزء من كلمة سارة لي واتسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة الديمقراطية للشرق الأوسط، وهي المؤسسة التي أنشأها جمال خاشقجي قبل اغتياله. طيب، معنا أبو زيد من مصر والحاج من الجزائر. أبو زيد أهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج
تحية لي. الله يكرمك. أنا حضرتك بس هو مجرد رأيي حضرتك. العالم كله أجمع يعلم تماما من قاتل صحفي جمال خاشقجي رحمه الله. العالم كله عارف، والعالم كله عندنا في مصر عارف مين اللي بيرعى المعتقلين في سيناء وفي السجون، والدنيا كلها وعارفين. لكن بكل أسف العدالة ضاعت في الزمن ده، وأصبحت المصالح المشتركة غلبت كل شيء. شكرا جزيلا. شديد هو. شكرا جزيلا أبو زيد من مصر، الحاج من الجزائر، أهلا بك. أهلا بك أخ أسامة، بارك الله فيكم على الحصة وما نسيتوش. يعني قلتوا باللي الحر، منبر الحر بمعنى الكلمة منبر الحر. أنا يا أخ أسامة أنا نرجع على ذلك السعوديين اللي قالوا لك كربلاء وجبدونا، نرجع لهم الخشعر في رافي بلاد أو بلاد باللي كانوا فيها الصحابة وكانوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. واش قال؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت أيديها. هذه هي العدالة اللي كان، وكان يكونوا هاد الناس ما يعبدوش العباد ويعبدوا الله سبحانه وتعالى بمعنى الكلمة، أن يخرجوا إن شاء الله يخرجوا يقولوا كلمة حق. على كل حال في السعودية ما يقدرش يقولوا كلمة الحق، بصح ما يوقفوش مع الظلم، يسكتوا خاطر راهم على باطل كما يقولوا الحاج على باطل. هذا ما كان، أنا نرجع لهم بارك الله فيك أخ سمان. شكرا جزيلا لك الحاج من الجزائر. أبو شرف من هولندا، أهلا بك. السلام عليكم أستاذ أسامة. عليك السلام أستاذ أسامة رحمه الله. بلا شك أنه قتل مظلوما بهذه الطريقة البشعة، ولكن الله بيقول لا تركنوا إلى الذين ظلموا. هو كان من أعوان الظام كثير من السنين، يأكل من مال حرام آل سعود من أموال المسلمين، يعني ما كان يعرف. هو مذولة ناس فسق فجر جابتهم بريطانيا، هو يفهم أكثر مني بالسياسة كل زين يعرف. ولكن الله سبحانه وتعالى أشاء أن اللي يساعدون الظلمة أن يظلمهم في الدنيا قبل الآخرة. وأطلب منك، أطلب منك بنفس الشكل هذا اللي يتعامل به هذا الرجل اللي قتل في الشكل الفظيع. طلع لنا موضوع عن حسن شحاتة كيف قتل، مو بجريمة بشعة، هل يقبل الله ورسوله بهذا الظلم؟ أبو شرف. نعم. الجمال خاشقجي، أنت كنت متابع بعد ما خرج من المملكة العربية السعودية كتاباته عن المعتقلين، كتاباته عن التغيير في السعودية، ولا ما كنتش متابع؟ بس يعني آخر ما وصلك إنه هو كان بيعاون الظلمة على حد قولك. أستاذ أسامة بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ ما فيش حاجة اسمها بعد ماذا. هو ما فيش حد بيقفل باب التوبة قدام أي حد، ما فيش حاجة اسمها بعد ماذا. أنت بتقعد بتشتغل في حاجات غلط، وبعدين بتيجي تصلح من مواقفك، بتدعم المظلومين، بتدعم حقوق الإنسان، بتدعم حريات، وبالتالي بتدفع حياتك ثمن لذلك. فلا يليق ولا صح إن احنا نفضل نقول على رجل دفع حياته ثمن لكتاباته الأخيرة التي انتقد فيها ولي العهد، ودافع فيها عن المعتقلين، ودافع فيها عن الإنسان السعودي والإنسان العربي، وقتل من أجل ذلك، أن نقول له لا أنت كنت من أعوان الظالمين فدفعت ثمن ذلك؟ يعني غير منطقي يا أبو شرف. أستاذ أسامة، الله أعلم، أنا لا أعلم، أنا أعرف اللي تقول كلامك هذا صحيح لا شك فيه، قام يساعد الظلمة ووقف بوجه الظلمة صحيح، ولكن أنا ما بعرف، الله أعلم، ولكن أنا أعرف، أعرف الله بيقول لا تركنوا للذين ظلموا. طيب. هم ذولا كانوا من أول شيخ، من أول واحد من آل سعود إلى آخر، وكلهم ظلمة وفاسقين وفجرة وأكلوا أموال المسلمين. أشكرك يا أبو شرف. أنت شهدت على جمال خاشقجي، وأنا شهدت له بما أعرفه، ما عرفته وما قرأته وما تابعته من كتابات الرجل في الفترة الأخيرة بعد خروجه من المملكة، كان أمرا مشرفا للغاية، كان أمرا في الحقيقة يعني ترفع له القبعة. الراجل دفع حياته ثمن لمواقفه الأخيرة تجاه محمد بن سلمان والمملكة. طيب قبل عبد الرحمن أو ناخد عبد الرحمن لأن دي تاني مرة يتصل. عبد الرحمن من المغرب، أهلا بك. مساء الخير دكتور أسامة. مساء النور. تحية لك دكتور، وتحية لقناة الحوار. أستاذ أسامة، يعني صحيح ما قلته، لكن يعني كما قلت كل العالم يتم بقضية خاشقجي، يعني وهذه يتينا من الحلول أسراب دارنا، كان يتينا مجدوي. أولا بالنسبة لعامة الناس، القضية كان فيها سسبنس بحال أفلام البوليسية، كاع الناس كلهم يريدون أن يعرفوا من القاتل، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للإعلام، كل منبر إعلامي يريد أن يكون له سبق في الانفراد لمراحل القضية، وكما قلت وهذه يعني جملة من عندك الذهبية، يعني حين تغيير الأخلاق
شكون اللي كيتدخل؟ كيتدخلوا المصالح، وهنا اضيف لكلامك الذهبي مصالح العائلات الحاكمه ولوبيات الاقتصاد العالمي هي اللي تدخلت، فطالما نعتبر ان القضيه ديال الخشخاشي طمست بهذه المصالح، وبالتالي تذهب روح الخشخاشي يعني هكذا ظلما وعدوانا. شكرا جزيلا عبد الرحمن من المغرب. اقرا بعض الرسائل ثم نعود للمتصلين مره اخرى لان الناس بتزعل ان احنا ما قرناش الرسائل. طيب رساله من ابو رائد الحربي في المدينة المنورة يقول: دكتور أسامة، هل تعلم أن من تتهمونه بتلك الجريمة قد مرغ أنوفكم بالتراب ولطخ وجوهكم بوحل خالطته مياه المجاري؟ يا ساتر يا رب، إيه القرف ده؟ ولم تخرجوا من هذه القصة الصهيونية إلا بالخزي والعار، حتى سيدكم بايدن الذي كان يهدد لم يستطع أن يثبت هذه الجريمة، بل ركع للأمير العربي البطل. المسلسل ده بيجي على قناة إيه يا برأت؟ بيجي على روتانا سينما ولا على MBC؟ عشان بس اتابعه، لانه واضح ان دي الحلقه الاولى، واضح انه مكتوب حلو قوي، يعني واضح السيناريو اللي مكتوب، عارف انت، لايق قوي على MBC وعلى روتانا الحقيقه. بص يا سيدي، هل تعلم ان من تتهمونه بتلك الجريمه، خلينا نترجم الكلام اللي انت قايله. MBS، محمد بن سلمان، السيد من شار العظم، مستر بون ساو، ادخل يا ابو رائد على جوجل واكتب MBS او محمد بن سلمان، هتلاقي الصور اللي هتطلع لك هي صور محمد بن سلمان وناس لابسه ماسك محمد بن سلمان واياديها ملطخه بالدماء. هتلاقي صور لمنشار العظم. هتلاقي صوره محمد بن سلمان وقصاده جمال خاشقجي. لو ده اللي انت بتتكلم عنه، من تتهمونه العالم كله عارف مين اللي ارتكب الجريمه ومين اللي امر بالقتل. سعود القحطاني صبي وغلام محمد بن سلمان قال يوما ما على تويتر: انا لا اقدح من راسي، وانما هي اوامر سيدي. فاسأل سيده، أنا مش عارف هو سيدك ولا لا الحقيقة، لكن اسأل سيده سيد سعود القحطاني. أما بقى مرغ أنوفكم ولطخ وجوهكم وموضوع مية المجاري ده، ما عرفش أنت جبته منين. أرجوك يا جماعة، من يريد أن يرسل لي رسالة وأنا أقدم هذا البرنامج أو أي برنامج آخر فليحدثني بصيغة الفرد، أنا لا أجمع مع آخرين، ما تكلمنيش أنتوا وكم لأن مش هرد عليك، فروح شوف انت عايز تكلم مين بصيغه الجمع كلمه، يعني النمره غلط يا ابو رائد. خلينا نقرا رساله اخرى من صالح من المغرب يقول: الدوله التي تعاقب من قال اللهم الف بين قلوبهم قادره على قتل وتذويب جثه الشهيد خاشقجي وجثث المسلمين جميعا، هؤلاء اعداء الانسانيه واعداء الدين الاسلامي واعداء المسلمين جمعاء واعداء الديمقراطيه. طبعا يتحدث عن الشيخ سلمان العودة المعتقل في سجون المملكة العربية السعودية. طيب الهاشمي باعت رسالة ثانية بيقول: أنا أدين قتل خاشقجي غيلة، أسأل الله أن ينتقم من القتلة ومن خطط ومن أمر، ولكني أطمئنك لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، مع أني أسأل الله أن يكون جمال وجثته في الفردوس الأعلى. ويرد على عبد الله من فرنسا بأن عائلة آل سعود حاكمة منذ 300 عام، وحدت الجزيرة العربية واستتب الحرمين في عهدهم. طيب معنا عبد اللطيف من أمريكا، ثم سأعود للرسائل مرة أخرى. عبد اللطيف أهلا بك. السلام عليكم دكتور أسامة، عليك السلام. أخبارك؟ الحمد لله. الرحمة إن شاء الله للأخ خاشقجي. ما وقع لخاشقجي وقع لكثير من الناس زي المهدي بن بركة في المغرب في الزمانات، ويقع لمجموعة من الناس. هذا ما وقع لخاشقجي يوضح عقلية الحاكم العربي، العقلية المتزمتة المتحجرة التي لا تعرف الحرية ولا تعرف الرأي الآخر. نعم، لقد سيظل خاشقجي داخل التاريخ بن حبر من ذهب، وكتب اسمه في مقاومة الأنظمة الدكتاتورية، وسيتذكره التاريخ والأجيال إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لكن بن سلمان سيظل منبوذا إلى يوم وفاته. طب منبوذ إزاي بس يا عبد اللطيف؟ وأبو رائد من المدينة المنورة بيقول لك إن بايدن ركع للأمير العربي البطل. لا لا يا أستاذ، منبوذ وجبان. الإنسان الذي يقتل الإنسان فهو جبان وضعيف، وتقتله بهذه البشاعة. هذول الناس مدلسين يغيرون الحق بالباطل ويلحسون أقدام الحكام. هذه مصيبتنا في الدول العربية. ما أريد أن أقوله، نحن نعيش في محميات دول عربية، حكامنا مجرمين ظلمة، يعني زي بن سلمان، زي السيسي، زي بشار. المشكلة الآن كيف نتخلص من هذه الحكام، وكيف
نسمو إلى الحريات ونصبح شعوبا يقدرها حكامها. لا. هذول الحكام عندنا مجرمين، يعني هذول الحكام لا قيمة لهم. أتظن أن بن سلمان إنسان؟ أي إنسان في الشارع أحسن من بن سلمان؟ شكرا جزيلا. إنسان قاتل. شكرا عبد اللطيف من أمريكا، معنا نايف من الكويت، أهلا بك نايف. تفضل نايف. ألو، كيف حالك؟ الحمد لله. أول شيء لازم تحط الحروف عليها النقط 100%. شوف، هو صحيح اشتغلوا ويا النظام السعودي وأسس بأمريكا وببريطانيا وكل شيء، وأمية بالأمية كان شغله. بس لما أنت تجي تقول مثلا والله اقتيل محمد بن سلمان، نبي نعطيك الدليل. قبلها بأسبوعين، قبل لا يتوفى جمال خاشقجي، دونالد ترامب شنو قال حق الملك سلمان؟ قال لن تستطيع تحمي طائرتك إذا شلنا منك الحماية. أوكي، إنزين. بعدها بأسبوعين جت جريمة جمال خاشقجي، إنزين. جمال خاشقجي، تركيا اللي مات فيها، اللي تورطوا فيها، قول مثلاً أجهزة أمنية. تركيا معروفة بتطورها، يعني كدولة رقم 17 عالمياً بالاقتصاد، بالتجسس، بالتنصت، بالأقمار الصناعية. ليش ما لقيت جثته؟ قول والله كبوا عليه مثلاً، قول مادة تمحي الجثة، إنزين. إيش درك إنه مو وراها الأمريكان بالسالفة هذه؟ صفوا عليه، عرف معلومات عن الأمريكان جمال خاشقجي، ودزوله فرقة من السعودية غصباً عليهم جو. وقالوا يلا اللي والله لقتال محمد بن سلمان لازم الأمريكان عندك. استنى بس نايف، الأمريكان استنى بس الأمريكان جابوا فرقة من السعودية عشان تقتلوا في اسطنبول، والراجل معاه جرين كارد في أمريكا. طب ده كلام. أوكي. طب ما يخفوه في أمريكا أسأل يعني. اسمعني أوضحك شغل. لا أوضحك بس باختصار، الله خليك تفضل. أوضح لك. كل الدول العربية تحت سيطرة أمريكا وبريطانيا وأوروبا هي اللي أسست الأجهزة الأمنية، وهي اللي تعرف نقاط الأجهزة الأمنية. طيب، يعني باستعدة، هي اللي تسوي عملية. يعني أنت شايف بعد 3 سنين إن جمال خاشقجي مش محمد بن سلمان ولا السعوديين اللي قتلوه، لا دي أمريكا اللي ورا. زين وين زين؟ أوكي، مو هم تابع للأمريكان يقولون؟ زين يلا، مو تابع للبريطان كان؟ زين مو هو يطلع من مملكة؟ يعني بس عشان أنا تهت منك، أنت شايف مين المتورط في قتل الراجل؟ متورط بأكل الراغل أكيد، أيادي أمريكية وأيادي بريطانية، مش سعودية خالص، مش محمد بن سلمان اللي أصدر الأمر ولا حاجة. يعني أنت تحسب الأجهزة الأمنية مو تحت سيطرة البريطانيين؟ أنا بسألك يا نايف دلوقتي عن ولي العهد السعودي اللي تحته أجهزة أمنية، الراجل متورط ولا مش متورط في رأيك؟ مو متورط. أشكرك. متورط. أشكرك رأيك وأنا بحترمه وأشكرك شكرا جزيلا. إذن بعد 3 سنين لازال نايف في الكويت يرى أن محمد بن سلمان ملوش علاقة، لا ده في أجهزة استخبارات بريطانية وأمريكية ودولية هي اللي بعتت الفرقة عشان تقتله في تركيا، مع أن الرجل عنده جرين كارد في أمريكا، لكن رأيه وأنا بحترم، مفيش مشكلة. هل معنا متصلين تاني ولا نقرأ بعض الرسائل؟ طيب، محمد من المغرب، أهلا بك يا محمد. السلام عليكم، حياك الله يا أستاذ. عليك السلام، أهلا وسهلا. يا أخي، يعني بالنسبة لهذه المصيبة أو هذه الواقعة التي حدثت لخاشقجي، لديها أبعاد وأطارت عدة أمور، وأنا أراها من الجانب الذي يسيء إلى الدين في نظر الغربيين. إما نحن نعرف حقيقة، يعني تصور هؤلاء الذين هم في الحرمين الشريفين يفعلون هذه الفعلة، ونحن نتهم الغرب يعني بالكفر، وأي كفر يا أخي أكثر من هذا؟ هذا من جانب، ولكن من جانب آخر كما هو معلوم الأنظمة العربية هكذا، لأن في الحقيقة يعني التنكيل بالمعارضين يعني لضمان يعني استمرارها. نعم. وهذا من قديم الزمان على سعود كانوا يعني فعلوا فعلتهم، يعني في عدة، يعني كان أحد المعارضين يعني على ما أتذكر، نسيت اسمه، كان يعني ينتقد على سعود. طيب. وكان يتحدث عن الشركة أرامكو بأنها يعني استحواذ يعني، وقتلوه. شكرا جزيلا. مصير يعني. أشكرك يا محمد وأعتذر لضيق الوقت. أبو القعقاع من الدوحة، تفضل. يا دكتور. أهلا وسهلا. يا دكتور، حياة جمال خاشقجي طلع على قناة الجزيرة وقت الحصار على دولة قطر،
والدول الأربع ما ودها أحد يتفكك. فقال الشيخ تميم لو خذ 4 مليارات في شنطة وراح لمصر تبرع من السعودية ومن البحرين ومن الإمارات، بعدين الطائرات اللي اتجهت على تركيا من الإمارات ومن مصر متفاهم بينهم. أما جمال خاشقجي في عياله خذوا 1 مليار دولار وعنوا في أمريكا، وجمال أحرقوا جثة والله يرحمه. وانت السالفة تنتهك إلا من أمريكا وتركيا تبقى سيف مسلط على رقاب الحكومة السعودية. شكرا جزيلا أبو القعقاع من الدوحة. شريف من تركيا أهلا بك. مساء الخير أخو سامة. مساء النور. أولا أنا بعتذر عن ألفاظ الحربي الذي تفوه بها اتجاهكم أخي الكريم واتجاه الأمة العربية كلها، تفوه شخص بألفاظ تدل فعلا على أن نظامه القبيح هو من ارتكب جريمة نقل المرحوم خاشقجي، رقم واحد. رقم اثنين، نحن تعودنا على كذبكم يا حربي يا محترم. جمال خاشقجي لن يدخل القنصلية في اليوم الثاني، الإعلام السعودي جمال دخل القنصلية في اليوم الثالث، جمال خاشقجي غادر القنصلية من الباب الخلفي في اليوم الرابع، لم نغادر ولم نعرف عنه شيئا، اعترفوا بجريمتهم النكراء التي تقشعر منها أبدان البشرية. عندما يقول الهاشمي أنتم عملتوها كعاشوراء، ألم تهز ضميرك وأخلاقك هذه الجريمة البشعة؟ ثم ابن سلمان هو المسؤول المباشر عن قتل المرحوم جمال خاشقجي. طب شريف خليني خليني أسألك سؤال لأنه باقي دقيقتين في الحلقة وفرصة أنك تتكلم من تركيا، وأنا هنقل لك الانتقادات اللي حتى دكتور سعد الفقيه وجهها. تركيا دكتور سعد قال سامحها الله تأخرت وتلكأت في الإفصاح عن الأدلة حتى تم التغطية على جريمة اغتيال خاشقجي، ما رأيك؟ أخي الفاضل، ما زالت تركيا تتابع مقتل جمال خاشقجي حتى هذه الدقيقة وهذه اللحظة، أخيطك علما بشكل دقيق. تفضل. ثم هناك أعراف دولية أخو أسامة، هناك قانون دولي يحمي السفارات، يحمي القنصليات، يحمي بيوت السفراء، يحمي كل الأجانب المقيمين على أرض الجمهورية. نعم. وفي أخلاقها من أخرج أخلاق حكم الأخلاق قبل حكم القانون. بشكرك شريف وأعتذر لك لانتهاء الوقت. أشكرك شكرا جزيلا. أشكر كل من شاركوا في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية عبر الاتصالات وعبر رسائل الواتساب أيضا، وأعتذر لمن لم أستطع قراءة رسائله، عدد كبير جدا من الرسائل النهاردة، بالتأكيد يكون في مجال لمناقشة موضوعات مشابهة في حلقات أخرى. نتوقف معكم إذن عند مراسلي الرأي الحر. عصام من مصر يقول رؤية السيسي لإدارة مصر هستلف وهنستلف، ليس هناك رؤية سوى الاستدانة والمهانة، لماذا؟ طيب أين فكر التنمية لما هو قائم؟ أين نظرة التطوير لما هو قديم؟ الزراعي والصناعي والاستثمار الحقيقي للثروات الضائعة والمنهوبة. أما محمد من تونس فيقول الأمن دوره حماية المؤسسة التشريعية والديمقراطية وليس منع نواب الشعب من دخول البرلمان قمة البلطجة السياسية وتكريس الدكتاتورية وتحقير أناس انتخبهم الشعب التونسي. أما هدى من تونس فتقول بأعلى صوت وكلنا على قلب رجل واحد نصرخ ونقول ما بني على باطل فهو باطل، ما حصل هو انقلاب على الشرعية بكل المقاييس، تعيينات لا دستورية، حكومة غير شرعية، الشعب يريد عزل المنقلب، الشعب يريد تحرير البرلمان، الحرية لكل الأبطال السياسيين المعتقلين. أما أبو العبد فيقول الأنظمة العربية أصبحت عالة على الشعوب، ومن الخزي والعار أن تجد بعضها يطبع ويحتفي بالصهاينة في الوقت الذي يبغضونهم جميع أحرار العالم حتى أولئك الذين زرعوهم بيننا. آخر رسالة دالي من فرنسا يقول الحكم بالحديد والنار لن يدوم. إذن قبل نهاية الحلقة نعيد ونذكر بأنه يمكنكم متابعة برامج الحوار عبر البث المباشر للقناة على موقع اليوتيوب، وأيضا يمكنكم التواصل معنا عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. حتى ألقاكم في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله. السلام عليكم.